الآن وحصريا أنا يا رجل بالشعر حضر لي على بيالي حطابك هلا مرحبا ترحيب تنشان على شان ضيفاننا اللي شرفونا بهالجي عدد ما تلوح بروقي ورعودي فالهتة على الطيب والكمبود ودلالي مرهية هلا بالوجه البيض حيا الله ضيفان حلات رجال النار هم بالكرم حيا عن أحمد بن موسية ترحيبي بالضيفان هذا جابر الكريم الشهم ومقدم الجدل لضيفة وهو للصيد والجود ماريا عظيم المقام اللي له الطايل عنوان كفو يراجع الميزان إلى ذارة الهية ومبروك يا محمد زان فرحك زان عسى أيامك أفرح وسعادة خيالية ومعرسنا ثواب وخوك وحزامك المليان وإخوانك رجالين لهم ترى لمستك مش الفرح تسعد العيال يا رمز المراجل والوفا طيب النية خوتك فرح فيك ما توصف الأوزان وفيهن جمال زين ما فيها بزية سلايل الحروب لكم شان ما ينهى يروس الحرارة للفعول الرهوية سلامي على الرواشد اعداد نجم باب الرواشد ساس المجد والروس عالية هلا يا وجس الشعر حضر لي الأبيات لحفلة الراشد الشيوخ الكبارية هلا مرحبا ترحيب تنشان على شاف ضيفاننا اللي شرفونا بهالجي عدد ما تلوح بروقي ورعودي فالهتة على الطيب والكمبود ودلالي مرهية هلا ترحيبي بالضيفة هذا راعي الجهود شيخ السنافية عايض الكريم الشهم ومقدم القدم جابر الكريم الشهم ومقدم القدم عظيم المقام اللي له الطايل عنوان كفو يراجع الميزان إلى ذارة الهية ومبروك يا محمد زان فرحك زان عسى أيامك أفرح وسعادة خيالية ومعرسنا ثواب وخوك وحزامك المليان وإخوانك رجالين لهم باس عز الحية ترى لبستك مش الفرح تسعد العيال يا رمز المراجل والوفا طيب النية خوتك فرح فيك ما توصف الأوزان وفيهن جمال زين ما فيها بزية سلايل الحروب لكم شان ما ينهى نروس الحرارة سلامي على الرواشد اعداد نجم باب سلاطين سيرتهم على العز مبنية عن السيف وبوحسين الى ثورة خان عمال عداوة للفعول البطولية على العز يا ربع لكم بالفخر نشان الرواشد ساس المجد والروس عالية ليس الوحيدون ولكن الأقدم خبر